فضاء رقمي آمن. أنا سهى سكر. شو يعني فضاء رقمي آمن للنساء؟ هو كيف النساء تستخدم الإنترنت أو تستخدم عبر الفضاء الرقمي بدون ما تتعرض لأي تهديد أو اختراق من حدا، يعني تكون بتستخدم الإنترنت بشكل آمن. بالمختصر طبعاً في كتير مشكلات ممكن الواحد يتعرض لها وهو بيستخدم الإنترنت، من أبرز هاي المشاكل إنها ممكن تتعرض للاختراق، يعني كل بياناتها أو حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض للاختراق من هاكر أو من شخص ممكن حابب يخترق هاي بياناتها، أو ممكن يعني تتعرض للابتزاز الإلكتروني أو التهديد بعد ما هذا الشخص يحصل على بياناتها اللي موجودة عبر الإنترنت أو حتى الموجودة على الهاتف. ما هو إذا اخترق الإنترنت أو حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتالي حيخترق ملفاتها وبياناتها والصور الموجودة على الجوال، فممكن تتعرض في هاي الحالة للابتزاز، إنه تدفع مثلاً فلوس مقابل إنه ما تنشر هاي الصور أو ما تنشر هاي البيانات. أكيد ممكن المرأة تفقد حياتها. ليش؟ لأنه ممكن لما تتعرض للابتزاز الإلكتروني وهي مثلاً ما معها فلوس أو مش قادرة تواجه المجتمع، يعني إحنا عارفين إحنا عايشين في مجتمع محافظ ودائماً بحط اللوم على المرأة، فهي في هاي الحالة لو يعني بدها تفصح عن هاي المعلومات أو تحكي لحدا أو تستشير زوجها أخوها أي حدا بتثق فيه تحكي له إنه هي متعرضة للابتزاز، فبالتالي حيجيب اللوم عليها، فهي من خوفها ممكن بالتالي تفقد حياتها أو ممكن يعني تتعرض لأشياء أكبر من هيك. كيف ممكن يعني النساء تحمي حالها؟ إنه هي أول حاجة تأمن حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تفتح أي رابط أو أي إشي بيجيها من شخص غريب، أو أساساً ما تقبل إضافة أي شخص غريب هي ما بتعرفه، ما تفسح عن بياناتها، لأنه إحنا عايشين في الفضاء الرقمي ما بنعرف أي حدا، يعني ممكن شخص يكون اسمه فلان يروح يسمي حاله مسمى تاني عبر الإنترنت ويكون هدفه يعني أهداف تانية أهداف خبيثة، فبالتالي إحنا ما نأمن لأي حدا متواجد على الإنترنت. غير أنا يعني أنا في الواقع لما بحكي مع حدا بكون شايفاه فيس تو فيس على الواقع وعارفة مين هذا الشخص، لكن عبر الإنترنت أنا ممكن أحكي مع رفيف على سبيل المثال، لكن هي ممكن ما تكون رفيف، ممكن يكون حدا مقتحم شخصيتها أو يعني داخل باسمها لكن ما يكون هي هذه الشخصية الحقيقية. فبالتالي أنا كيف بدي أحافظ على حالي؟ ما أتعاطى مع أي معلومات عبر الإنترنت، ما أضيف أي حدا غريب، أأمن على حساباتي، أعمل حاجة بسموها المصادقة الثنائية، إني أنا أربط رقم الجوال بالإيميل بحساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي في أي حال تم اختراق حسابي أو تم اختراق جوالي بتجيني مباشرة رسالة إنه في فلان الفلان بيخترق حسابك، فأنا بالتالي بكون مأمنة وما بيقدر يفوت على هاي حساباتي وما بقدر أفقد بياناتي. إحنا كتير نكون واعيين لهاي المرحلة، لأنه إحنا في 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 مرحلة تطور تكنولوجي خطير، يعني سنة عن سنة بتزيد المواقع بتزيد التطبيقات بيزيد استخدامنا للجوال وللإنترنت، فبالتالي لازم نحافظ على حالنا عشان نقدر نستخدمهم بشكل